بنرحب فيكم مع هالفقرة الجديدة، مكملين معكم مع برنامج وورد 2016. اليوم رح نحكي شوي عن الخطوط وأنواعها. الخطوط أو فونتس هي عبارة عن شكل الكلمة اللي أنا عم بكتبها ضمن البرنامج. عندي تشكيلة واسعة طبعا من الخطوط الموجودة مسبقا ضمن برنامج وورد، رح نتعلم نحن كيف بنقدر نغير بيناتهم ونشوف شو هي الفروقات بين كل خط والتاني. نحن بنقدر انه نعدل على ملف مكتوب مسبقا او انه نبدا نحن كتابه، نختار نوع الخط اللي نحن بدنا اياه ونبلش كتابه. طبعا حاليا انا مجرد ما اني اضغط على كلمه بيظهر عندي هون، هي خانه الخطوط فونت، بيظهر عندي شو هو الخط اللي مختار حاليا. اذا انا غيرت فرضا، رح نغير once upon time، رح نغيرها لنقول أندلس مثلا، راح نكبرها شوي. بنلاحظ انه اختلف شكلها عن شكل الكلمات الثانية المكتوبة، واذا انا ضغطت على once upon a time راح نشوف انه مكتوبة بخط يلي هو أندلس وحجم الخط هو 22. اذا انا ضغطت على كلمة ثانية مثل name calibri وحجم الخط 12. راح نغير سطر ثاني مثلا، راح نخلي Arial ونكبره شوي حتى يبين الاختلاف معنا. حاليا نحن بس عم نجرب الخطوط لحتى تشوفوا شو هي الفروقات بين خط والتاني. في خطوط اسمها سيريف يلي هي بتنتهي بخطوط بنهاية كل كلمة، مثل الخط يلي هو Times Romans. راح نشوف فرضا، راح نغير His house looked like mess، راح نغير ونعملها Times Roman. طبعا هذا النوع من الخط بنلاحظ انه في، راح نكبر شوي، بنلاحظ انه في خطوط بنهاية كل حرف. هذا النوع اسمه سيريف. النوع الثاني هو سان سيريف اللي هو كل شيء خطوط ما في إلى نهايات، او ما في إلى خطوط بنهاية كل حرف، مثل Arial مثلا او كاليبري. بنلاحظ Arial، راح نكبر هذا، راح نعمله هي انفنتد، خليها Arial ونكبرها شوي لحتى يبين معنا الفرق بين هذا الخط وهذا الخط. طبعا سيريف هي عبارة عن مجموعة خطوط، وسان سيريف كمان هي عبارة عن مجموعة خطوط، يعني هن عبارة عن مجموعتين أساسيتين. السيريف هي كل شيء خطوط في إلى هاي النهايات الصغيرة بنهاية كل حرف، والسان سيريف اللي هي كل شيء خطوط سموث أو ناعمة، نهايات الأحرف ناعمة ما في إلى خطوط ولا أي شيء. كمان بعض أنواع الخطوط بتسمح لي أنه أنا خلي الخط نفسه عريض، مثل بولد بهذا الزر، بالضغط على هذا الزر بحصل على نفس الخط ولكن بمثل شكل قلم العريض. ايتاليك يلي هي مايلة، والسطر يلي هو اندرلاين بقدر اني اخلي سطر تحت الجملة او الكلمة، حتى بقدر اني فقط احدد كلمة وحط لها سطر تحتها فرضا. هي هي خانة الخطوط والتعديل عليها. بلاحظ في عندي زر صغير هون يلي هو بيفتح لي نافذة التحكم بالخطوط بشكل كامل أو بشكل متقدم. بالنافذة الأولانية اللي هي فونت، أول شيء راح أشوف شو هو نوع الخط المكتوب فيه حاليا، regular، قياس الخط، لون الخط، بقدر أنا إني أغير لونه من هون. طبعا حاليا نحن مو محددين شيء، خلونا نحدد هذا السطر. نضغط على السهم الصغير يلي هون، نوع الخط أندلس، حاليا محطوط بولد مع ايتاليك. بقدر اني انا اعدل على اي شيء بدي اياه هون، فرضا بدي قياسه 18، نخلي ايتاليك بس من دون بولد. بدي اغير لونه فرضا للبرتقالي، نضغط على اوكي. بنلاحظ بناخذ التأثير اللي نحن اشتغلنا عليه. نرجع منحدد لنشوف شو في عنا خيارات. spacing اللي هي قديش في مسافة بين الحرف والحرف، بقدر اني انا النورمال طبعا اللي هي الوضعية الطبيعية، expanded اوكي، بنشوف كيف.
خلينا بس نكبرها أكثر، لأنه condensed يلي هي مضغوطة. فإذا normal يلي هي الحالة الطبيعية للكلمة، expanded يلي هي موسع، طبعا هون في عندي استعراض للشيء اللي أنا عم اشتغل عليه، condensed مضغوطة. طبعا أنا هون بقدر أني أضغط على expanded وحدد قديش أنا بدي الحرف يكون بعيد عن الحرف، كم نقطة. بنلاحظ عم بيبعدوا الأحرف عن بعضهم. بخلص بضغط أوكي، بنشوف قديش صارت المسافة بين الحرف والحرف. طبعا هذا حرف واحد ما في أي مسافات بيناتهم، إنما إمكانية التحكم بنوع الخط وشكل الخط والخيارات المتقدمة الموجودة عندي ببرنامج وورد للخطوط تسمح لي إني أخذ كل هاي التأثيرات.